بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة السجدة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الحقيقة أن طريق الإيمان بالله هو الإيمان بآياته، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولكن تعرفه من خلال خلقه، فالإيمان بآياته طريق إلى الإيمان به. وكيف تؤمن بآياته؟ قال: إذا ذكرت بآيات الله، إذا ذكر الإنسان بآيات الله خر ساجدا. والسجود له معنيان: سجود اضطرار وسجود عبادة. أي مخلوق على وجه الأرض شاء أم أبى ساجد لله سجود اضطرار. أنت مفتقر إلى الهواء، مضطر إليه، مفتقر إلى الماء، مضطر إليه. ولو أن الله سبحانه وتعالى منع عنك الهواء لانتهت حياتك، ولو منع الماء يحتاجه كل شيء في كل شيء. ما دام كل شيء يحتاجه في كل شيء، إذن الخلق كلهم ساجدون لله عز وجل سجود اضطرار وافتقار وحاجة. هذا السجود لا تعنيه الآية. أي مخلوق، حتى الكفار، حتى الذين أنكروا وجود الله عز وجل، مفتقرون إليه في قيامهم، في قعودهم، في نومهم، في صحوهم، في عملهم، في حركتهم، في هضمهم، في حركة قلوبهم، في مرونة شرايينهم، في ميوعة دمائهم. لو أن هرمونا قلت نسبته في الدم، هرمون التميع، لأصبح الدم في الأوعية كالوحل وانتهت حياة الإنسان. لو أن هرمون التجلط قلت نسبته لخسر الإنسان دمه كله من جرح طفيف. إذن أنت مفتقر إلى حالة معتدلة بين الميوعة والتجلط، أنت مفتقر إلى مرونة الشرايين، أنت مفتقر إلى حركة القلب، أنت مفتقر إلى حركة العضلات، إلى ناقلية الأعصاب، مفتقر إلى كأس ماء، إلى شمة هواء، إلى طعام، إلى شراب، إلى زوجة، إلى عمل، إلى مأوى، إلى ثياب. الحاجات التي أنت في أمس الحاجة إليها لا تعد ولا تحصى، وكلها بيد الله عز وجل، بدءا من خلاياك إلى أجهزتك إلى أعضائك. فكل الخلق ساجدون لله سجود افتقار، سجود اضطرار، سجود حاجة. ولكن السجود الراقي، السجود الذي تؤجر عليه، السجود الذي يرقى بك، السجود الذي يجعلك في الآخرة من المقربين، هو سجود العبادة. أن تأتيه طوعا لا كرها، أن تأتيه مختارا لا مجبرا، أن تأتيه بمحض إرادتك، أن تأتيه محبا لا خائفا. فلذلك المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم، يعني سمعوا عن آية الله، عن آية الشمس، آية دالة على عظمته. كيف أن الشمس يعني تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، وأن الأرض إذا ألقيت فيها تبخرت في ثانية واحدة، وأن حرارة الشمس
على سطحها 6000، وأما في باطنها فعشرين مليون درجة، وأن الشمس منذ 5000 مليون عام هي متألقة تنشر الحرارة والدفء والضوء. هذا الإمداد المستمر بيد من؟ والقمر كذلك، والمجرات كذلك. فكلما تليت عليه آية من آيات الله خر ساجدا لله، لا سجود اضطرار، ولكن سجود عبودية لله، سجود إقرار بفضل الله، سجود تعظيم لخلق الله. هذا السجود هو الذي كلفنا به، سجود العبودية لا سجود الاضطرار. فهؤلاء المؤمنون إنما يؤمن بآياتنا. يعني قد تدرس دراسة عالية، قد تنال درجة جامعية، قد تنال درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية، وكلما قرأت من آيات الله الدالة على عظمته لم تسجد، ولكن رأيت هذه ظواهر، ظواهر طبيعية تحكمها قوانين. فأنت مع أنك قرأت هذه الآيات وتبحرت بها وغصت في أعماقها، لكن لم تعبر بها إلى الله عز وجل، لم توظفها في معرفة الله، فهذه المطالعة وهذه الدراسة لا قيمة لها. فالكون جسر يجب أن تعبر عليه إلى معرفة الله، فإذا بقيت على الجسر ما استفدت من هذا العلم شيئا. لذلك إنما يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. يعني كلما ذكر المؤمن بآية من آيات الله، آيات الله بثها الله في كل مكان، قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، في الجسد آيات، في الطعام آيات، في الشراب آيات، في البحار آيات، في السماء آيات، في الأسماك آيات، في الأطيار آيات، وأقرب آية إليك جسدك، أقرب آية إليك نفسك التي بين جنبيك، أقرب آية إليك أعضاؤك، حواسك، أجهزتك، أنسجتك، طباعك، نظام حياتك، زواجك، إنجابك، هذه كلها تحت سمعك وبصرك. فلذلك علامة المؤمن الصادق أنه إذا اطلع على آية من آيات الله الدالة على عظمته، إذا قرأ عن آية من آيات الله، إذا سمع آية من آيات الله، خر لله ساجدا سجود عبادة لا سجود اضطرار. لذلك تعد آيات الله التي بثها في الكون أقرب طريق وأوسع باب. من خلال هذه الآيات يمكن أن تصل إلى معرفة الله، لقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء المؤمنون أيها الإخوة، وأنا أتمنى على كل أخ كريم، وهذا من التطبيق العملي لهذه الآية، أتمنى على كل أخ كريم أن يكون له مع الله جلسة. هذا الذي فعله النبي في غار حراء، هذه جلسات التأمل في آيات الكون، جلسات لا بد منها، يمكن أن تفعلها كل يوم لوقت قصير، يمكن أن تفكر في أي شيء حولك، لأن الله يأمرك، هذا أمر إلهي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هناك دعوة واضحة جلية متكررة مركز عليها في القرآن الكريم إلى التأمل في الكون. فلا بد من أن يكون التفكر عبادة، بل إن بعض العلماء يجعلها أول عبادة، بل قبل عبادة الصلاة، لأنه تفكر ساعة يعدل
عبادة 70 عاما، وفي رواية 60 عاما. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن إنما يؤمن بآياتنا، يعني لو قرأت كتابا في الطب أو كتابا في العلوم الطبيعية، كتابا في التشريح، كتابا في الفيزياء، كتابا في الكيمياء، كتابا في الفلك، ولم تر يد الله عز وجل ولا حكمته، ولم تر علمه، ولم تر قدرته، رأيت ظواهر طبيعية تحكمها قوانين، هي علاقات ثابتة بين متحولات، إذا نظرت إلى الأمور هكذا فهذه نظرة لا تعنيها هذه الآية. يجب أن ترى يد الله، يجب أن ترى من خلال الكون قدرة الله، علم الله، رحمة الله، لطف الله، خبرة الله. هذه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. ألا يمكن أنك إذا علمت سرا من أسرار الخلق أن يخشع قلبك، أن يقشعر جلدك، أن تلين أعضاؤك خشوعا لله عز وجل؟ هذا الإدراك الجلي لآيات الله الدالة على عظمته يجسدها خضوع الإنسان لله واتجاهه نحو السجود. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أما معنى سبحوا بحمد ربهم، التسبيح بحمد الله تسبيح من فعل سبحة، والتسبيح بالتعريف الدقيق هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، هذا معنى سلبي. المعنى الإيجابي هو تمجيد الله، فالتسبيح تنزيه وتمجيد، أن تنفي عنه كل صفات النقص وأن تثبت له كل صفات الكمال، أن تقول هذا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأن تقول ما أرحم الله عز وجل، ما أحكمه، ما أقواه، ما أغناه، أن تجول في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى تسبيح، وأن تنزهه عن كل ما لا يليق به تسبيح. هؤلاء المؤمنون الصادقون إذا عاينوا آية، يعني من منا يصدق أن الحياة على الأرض متوقفة على خاصة في الماء؟ هذه الخاصة لو أنها ألغيت لألغيت معها الحياة. الماء شأنه شأن كل العناصر، إذا سخنته تمدد، فإذا بردته تقلص، شأنه شأن كل العناصر. الحرارة من شأنها أن توسع الفراغات البينية بين الذرات، إذن إذا سخنت جسما زاد حجمه. هذا معنى قول العلماء المعادن تتمدد بالحرارة، فإذا رفعت الحرارة لان المعدن، فإذا زدت الحرارة صار المعدن سائلا، فإذا زدت الحرارة صار المعدن، وهذا إلى حد ما شيء نظري، صار المعدن غازا، فإذا بردت الغاز صار سائلا، فإذا بردت السائل صار صلبا. في هواء سائل وفي غاز صلب، هذا متعلق بالحرارة، لكن هذا الماء شأنه شأن كل المعادن والعناصر، إذا سخنته تمدد، فإذا بردته تقلص. إذا بردته من درجة 10 إلى درجة 8 7 6 5 4 تنعكس الآية، بعد درجة زائد 4 يزداد حجمه، وهذا تعرفونه في الثلاجات، إذا ملأت قارورة ماء وأحكمت إغلاقها ووضعتها في غرفة التبريد تنفجر تتكسر، لأن الماء إذا برد دون زائد 4 يزداد حجمه. لولا هذه الظاهرة لما قامت حياة على وجه الأرض، كلما تجمد الماء في المحيطات حسب القاعدة السابقة قل حجمه
وازدادت كثافته وغاص في أعماق البحار. جاءت طبقة ثانية تجمدت وغاصت إلى أن تصبح البحار كلها متجمدة، فإذا تجمدت انعدم التبخر وانعدمت الأمطار وماتت النباتات ومات الحيوان وانتهت حياة الإنسان. فهل تصدق أن حياة الإنسان على وجه الأرض وحياة كل كائن حي أساسها هذه الظاهرة؟ هل تصدق أن في العين، في ماء العين، مادة مضادة للتجمد، بحيث لو أن إنسانا سكن في أقاصي الشمال وكانت الحرارة دون 70 تحت الصفر بإمكانه أن يغطي كل شيء في جسمه خوف البرد إلا عينيه من أجل أن يرى طريقه، فلو أن هذه الحرارة المنخفضة لامست غشاء العين لتجمد ماء العين فورا. لذلك أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هذه الآيات، آيات في العين، آيات في الأذن، آيات في القلب، 8000 لتر تضخ في اليوم الواحد، عضلة تعمل تقلصا وانبساطا 80 عاما أو 100 عام دون كلل أو ملل، كيف تستريح هذه العضلة؟ من دون صوت، من دون ألم، من دون إزعاج. هذا خلق الله. فجسم الإنسان أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، في جسم الإنسان من الآيات الصارخة الدالة على علم الله وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قدرته الشيء الكثير. لذلك ما لهذا الإنسان غافل عن معرفة الله، غارق في ملذاته. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. الولادة شيء معجز، الرحم يتقلص تقلصات لطيفة في أثناء الطلق ليدفع الجنين إلى خارج الرحم، فإذا ما خرج الجنين تقلص الرحم تقلصا فجائيا حادا بحيث تغلق كل الأوعية التي تمزقت وانفتحت. فلو كان التقلص الآخر رخوا لماتت الأم من النزيف. من أعطى هذا الرحم هذه القدرة على التقلص المتزامن التدريجي والتقلص القاسي المفاجئ؟ ثم السبيل يسره. أيها الإخوة الأكارم، هكذا كيفما تحركت الهواء الذي تستنشقه كيف يتحقق توازنه؟ آية عظمى من آيات الله. كيف أن النبات يأخذ غاز الفحم ويطرح الأكسجين، وكيف أن الإنسان يأخذ الأكسجين ويطرح غاز الفحم؟ هذا التوازن في نسب الغازات في الهواء توازن معجز. هذا الماء من آيات الله الدالة على عظمته. هذه المعادن، هذه أشباه المعادن، هذه المواد العضوية، هذه الكائنات الحية، 1,000,000 نوع من السمك في البحر، 100 مليار طائر في سماء الأرض، 100 مليار طائر، والبشر جميعا 5 مليارات، وكل طائر له من الأجهزة ما لا ترقى إليه أعظم طائرة موجودة الآن، الورقة الخضراء. إن أعظم معمل صنعه الإنسان، والله قرأت هذه الكلمة في مجلة علمية ليس هدفها أن تعرف بالله إطلاقا، تقول هذه المجلة: إن أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو تافها أمام الورقة. تأخذ المعادن وتأخذ الماء من باطن التربة، ويصعد الماء نحو الأعلى على عكس نظام الجاذبية. في الورقة فيها من اليخضور ومن الحديد ومن الآزوت ومن الفوتون الطاقة الشمسية، ما يصنع مع المعادن والماء سائلا هو السائل الذي يعود من الورقة ليصنع الجزر والساق والأوراق والثمار والأزهار
شيء معجز، سائل واحد يصنع أشياء كثيرة من طبيعة واحدة. هذا النسغ الصاعد لو أن الشجرة نمت عرضاً لضاقت لمعة هذه الأوعية، لذلك هي مدعمة بألياف حلزونية. والنسغ النازل من حين إلى آخر فيه مصافي، فيه حلقات تصفية، شيء يأخذ بالألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لذلك إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. معنى لا يستكبرون يعني إذا رأى أمرا إلهيا يقول أنا قنعان، ما لي قنعان، الأمر لا يتناسب مع الزمان، ماذا أفعل بكذا. هذا الموقف المتردد، هذا الموقف المستعلي، هذا الموقف الفاحص لا يطبق الأمر إلا إذا انجلت له حكمته، كأنه يناقش خالقه ندا لند، هذا هو الاستكبار. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع الأسرة الوثيرة، الأسرة الوثيرة، الفرش الأنيقة، الملاءات النظيفة، الجو الهادئ، التبريد، غرفة النوم تدعو الأجساد إلى الراحة، تدعوها إلى الاسترخاء، إلى الاستلقاء، إلى أن تغوص في فراش وسير. لكن هؤلاء المؤمنين الصادقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يستيقظون لصلاة الفجر، يستيقظون لذكر الله، يستيقظون لصلاة التهجد، يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، يمرغون جباههم في أعتاب الله، يناجون الله عز وجل. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. رب العالمين في جلاله وعليائه يسألك ألك عندي حاجة يا عبدي؟ أتريد مني شيئا؟ أتحب أن أغفر لك ذنوبك؟ أتحب أن أتوب عليك؟ أتحب أن أعطيك سؤلك؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يصلون صلاة العشاء وصلاة الوتر، وقد يصلون قبل النوم ركعتين، وقد يصلون بعد الاستيقاظ قبل الفجر ثماني ركعات قيام الليل، يصلون آناء الليل وأطراف النهار، يتوجهون إلى الله بالدعاء، يناجونه، يبتهلون إليه. هذه العلاقة الطيبة مع الله عز وجل هي سر الدين، أساس الدين هذه الصلة، أساس الدين هذه المناجاة، أساس الدين هذا الدعاء، الدعاء مخ العبادة. هل الإنسان يعني يرضى أن يستمتع بنوم عميق لذيذ لذيذ وأن ينسى ساعات السحر؟ فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ يعني الإنسان إلى متى؟ والله في آية قرآنية إذا قرأها المؤمن قراءة صحيحة يجب أن يقشعر جلده، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لأمتى يا أخونا شارد؟ إلى متى في غفلة؟
إلى متى في جفوة؟ إلى متى في فتور؟ ألا تشتاق إلى الله عز وجل الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد؟ أنزل على نبيه هذا الكتاب منهجا لك، دستورا لك، خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض. هاي معنى تتجافى جنوبهم. والحمد لله رب العالمين.